سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیات کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت تہجد کی نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔